وانطلاقات هذه التحديات الجميلة. ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة. يسير شوطنا العاشر في هذه اللحظات، والذي حمل في طياته وكشوفاته الأبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين الذين أتوا للمشاركة هنا في هذا الصرح التراثي العريق والكبير والقديم مع هذه الانطلاقات الجميلة. نسير مع المركز الأول، نسير مع صدارة هذا الشوط اللي غيرت منذ البداية هملولة عيسى بن خادم أبو علامة القبيسي، غير إلى المركز الأول لينطلق بالصدارة، بينما المركز الثاني هناك الحذرة على ثاني المراكز غانم بن علي بن حمودة الظاهري ينطلق بالمركز الثاني في هذا المسار الجميل ليتقدم بالأداء الرائع والممتاز والجميل. بينما نقلتنا في هذه اللحظات مع الأسماء الواصلة وثالث المراكز، من يتقدم في هذه اللحظات، من يقدم شعاره في هذا المسار الجميل. الوصول والتحرك هناك من الجانب الآخر في هذا المسار مع العنود سعيد بن محمد الكليلي، وصل في هذه اللحظات ليتقدم على هذا المسار الجميل. وأيضا هناك الوصول مع المركز الرابع الشاهنية محمد بن صغير بالصايق المزروعي على المركز الرابع، بينما الخامس مياسة خالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم الشعار الاقتصادي، وتتقدم وصفة هنا وصفة جميلة رائعة ممتازة تتقدم على المركز الخامس حياب بن مطر بن سعيد الاكتبي على المركز الخامس، بينما سادس المراكز هناك من الجانب الآخر. والقدوم الجميل، القدوم الرائع، القدوم الممتاز مع انطلاقة هذا المسار الجميل. الله ما شاء الله مع الشاهنية مهنا بن سعيد بن حميد اليحافي يتقدم في هذه اللحظات الجحافي لياتي على المركز السادس. أما سابع المراكز وهناك القدوم، هناك القدوم مع سابع المراكز وانطلاقة سلهودة حمد بن هادي بن صالح بن بدر النهدي الواصل في هذه اللحظات، الواصل مع هذا المسار الجميل ليقدم لنا هذه سلهودة الواصلة على المركز السابع، بينما المركز الثامن هملولة عيسى بن خادم أبو علامة القبيسي. والتقدم يأتي هناك مع معركة محمد الخزع بن محمد بن قرين العامري آتيا ومتقدم. أيضا المركز التاسع، تاسع المراكز الأغزيلة، مبارك بن جمعة بن مطر بن مايد الخيالي تقدم في هذه اللحظات على المركز التاسع وعاشر المراكز. هناك مع مزنة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا المسار، إلى الأداء الجميل، إلى الشعارات المسيطرة حتى هذه اللحظة، والتقدم الرائع والممتاز هناك مع الشاهنية مهنا بن سعيد بن حميد اليحافي ياتي مع المركز الأول، ياتي مع الصدارة. وآمالي أهالي السلطنة مع هذا الشعار المتقدم في هذا الشوط المركز الثاني. هناك على ثاني المراكز فخر تاتي في هذه اللحظات الجميلة، تاتي بهذا الفخر مع عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي، ياتينا مع المركز الثاني ليتقدم مع هذا الأداء الجميل، ليتقدم مع فخر، فخر فخر فخر، والناموس في الوثبة فخر. هناك مع المركز الثالث في هذه اللحظات وصفة إحياب بن مطر بن سعيد الاكتبي ياتي مع المركز السادس هنا الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع، رابع المراكز مع سلهودة حمد بن هادي بن صالح بن بدر النهدي يصل على المركز الرابع، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات
وصلت برشلونة، وصلت برشلونة هنا في هذه التشكيلة الرائعة مع انطلاقة هذا المسار محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي يصل مع برشلونة، ولكن التقدم الجميل التقدم الرائع هناك من الجانب الاخر في هذا المسار الجميل. تجاوزت الغزيله، تجاوزت الغزيله في هذه اللحظات. مبارك بن جمعه بن مطر بن مايد الخيالي يتقدم في هذه اللحظات الرائعه على المركز الثاني، ولكن من الجانب الاخر، من الجانب الاخر القدوم، القدوم الجميل والملحوظ والرائع، ولكن وصل شعارا اخر في هذه اللحظات لتتقدم اختصار، اختصار حمد بن علي بن حامد الوهيبي ياتينا مع هذا المسار، ياتينا مع هذا التحدي الجميل، ولكن شعار بالشرقي يصل في هذه اللحظات يتقدم على هذا المسار الجميل هنا مع هذا التحدي والوصول الرائع، الوصول الممتاز، الوصول الجميل مع مزنة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي ياتينا مع هذا التحدي، ياتينا مع هذا الانطلاق الجميل، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط. سمحة سالم بن سهيل بالشرقي العامري يتسلل إلى المركز الأول، يتسلل إلى صدارة هذا الشوط، ولكن وصلنا. تحرك في هذه اللحظات الشاهنية خليفة هناك مع هذا الانطلاق، علي بن خليفة بن علي نصيري وصل في هذه اللحظات بهذا الشعار، بهذا الانطلاق، بهذا التحدي الجميل. ما شاء الله ما شاء الله، حضور جميل، أداء رائع متميز، ولكن الوصول هناك مع هذا مع الوجين، وصلت الوجين نهيان بن حمد الأسود العامري على ثالث المراكز، ولكن العودة، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى سمحة اللي على المركز الأول. سمح الله طريقك يا سمحة مع هذا الانطلاق، سالم بن سهيل بالشرقي العامري، العامري مع المركز الأول حتى هذه اللحظة، ولكن هناك المركز الثاني. الله الله، وصلت في هذه اللحظات الظفرة، وصلت الظفرة، عيد بن سهيل بن فرج المنصوري يتجاوز مع اللحظات الأخيرة، يتجاوز مع اللحظات الخطيرة مع هذا الأداء. الظفرة 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 هناك مع هذا الانطلاق والسلالة عالي تأتي مع اقتناص هذه الفرصة، عيد بن سهيل بن فرج المنصوري والسلام يا الوثبة سلام. المركز الثاني وصلت هناك مع هذا التحدي الجميل مع هذا الانطلاق، هناك فرحة. مبارك بن محمد بن مبخوتها العامري من وصلنا في اللحظات الأخيرة، بينما المركز الثالث الناوية راشد بن حمد بن مبارك المهيري رابع المراكز، هناك الغزيلة مبارك بن جمعة بن مطر بن مايد الخيري. أما المركز الخامس هناك وصلت فيه سمحة سالم بن سهيل بالشرقي العامري، تهانينا والناموس للظفرة ومالكها. والتوقيت الزمني 7:38 وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس المالك الظفرة من حققت هذا الفوز الانتصار، العيد بن سهيل بن فرج المنصوري. سلالة عالي وسلام الوثبة سلام على هذا الانتصار الجميل والمحقق، بينما المركز الثاني وصلت هناك في اللحظات الأخيرة فرحة مبارك بن حمد بن مبخوتة العامري من وصلنا مع هذا الأداء الجميل بالتوقيت الزمني المرافق لفرحة مع المركز الثاني. هناك كما تشاهدون 7:39 وخمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث الناوية راشد بن حمد بن مبارك المهيري من وصلت بالمركز الثالث 7:39 وسبعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.